نكمل كلامنا، ولكن نروح لنادي الزمالك وناخد زميلتنا العزيزة علا القائد من داخل نادي الزمالك وهي لقاءات مع أضواء الجمعية العمومية. علا إليك الكلمة. تحياتي ليك زميلنا العزيز طبعا احمد علي، وتحياتنا لكابتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي الحاوي طبعا كابتن حماده عبد اللطيف والنجم المتميز وليد صلاح عبد اللطيف. لا شك طبعا ان مباراه اليوم مباراه هامه جدا 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 جدا، بقى حطوا تحتيها 100,000 خط. طبعا قلنا مكاسب المباراه دي هتكون مكاسب عديده، يعني كاس مصر من المكاسب المهمه جدا لنادي الزمالك، مكسب معنوي طبعا ودفعه قويه. مجلس الاداره مهتم جدا بالمباراه دي جماهيريا، المباراه دي هامه جدا لنادي الزمالك، صفقات تحب تثبت نفسها، كمان نادي الزمالك كتيم كله ان شاء الله يكون موفق. دايما بنقول ان الفرص وانصاف الفرص هامه جدا في المباراه دي، لكن خلينا نتكلم مع اعضاء نادي الزمالك عن مباراه اليوم اللي هتنطلق كمان بضع دقائق من الان. برحب بيك على قناه الزمالك، وقول لي بقى رايك ايه في المباراه وتوقعاتك ايه؟ لا ان شاء الله النهارده مباراه يعني لا تقبل القسمة على اثنين، مباراه ان شاء الله هيكون الزمالك ند قوي فيها، زي طبعا ما عودنا مستر جوميز ان هو بيبدا بالند الدفاعي الند الهجومي اكتر، شفناه النهارده من التشكيل ان هو بادئ بطريقه هجوميه عايز يبدا ضغط. يعني ممكن تقابلنا بعض المشكله لو العامل البدني ما ساعدناش في المباراه، لكن ان شاء الله عندنا ثقه في اللعيبه. الصفقات الجديده دور عبد الله السعيد النهارده ودونجا في خط الوسط هيكون له دور كبير جدا في بنيه الهجمه، اوباما زيزو لعيبه خبره كبيره جدا، ناصر منسي مهاجم قناص من اقل الفرص بيسجل، لكن عايزين نشدد على المسلوسي حسام عبد المجيد، خلي بالنا طبعا من العرضيات، انطلاقات علي معلول هتفرق جامد جدا، طبعا قصاده عمر جابر خبره كبيره جدا، لكن مفاتيح النادي الاهلي مفاتيح النادي الاهلي كتير جدا، بالذات الجبهه اليسرى للنادي الاهلي، علي معلول قدامه امام عاشور النهارده، لكن ان شاء الله الفوز للزمالك. جدا لسه بنكمل لقاءاتنا، وتمنياتك ايه وتوقعاتك ايه؟ ان شاء الله الزمالك يكسب 2-0، زيزو اكس واحد وشيكابالا واحد. احمد طبعا عايز اقول لك ان اجواء نادي الزمالك هنا اكثر من رائعه، يمكن يعني اكاد اقول لك ان كل الجمعيه العموميه وكل الزوار موجودين النهارده عشان يشوفوا ويشاهدوا قناه نادي الزمالك، وان شاء الله في احتفالات كمان بعد المباراه ان شاء الله بعد المكسب. بتحياتي ليك، ورايك ايه في المباراه النهارده؟ ان شاء الله باذن الله نتمنى الفوز طبعا لنادي الزمالك. الفوز النهارده مكسب كبير ومكسب معنوي لنادي الزمالك عشان لثلاث حاجات، اول حاجه مجلس جديد، ثاني حاجه مدير فني جديد، ثالث حاجة لعيبة جديدة. الفوز النهاردة هيبقى يرفع من روحنا المعنوية جامد. الفوز النهاردة ربنا إن شاء الله مش هيزعلنا بسبب اللي احنا شايفينه في النادي والجماهير ومجلس إدارة وكله. إن شاء الله نبارك يا أستاذ علا الزمالك النهاردة بالفوز المحترم المعنوي، وإن شاء الله ألف ألف مليون مبروك نادي الزمالك. لا بدين على الفوز يا أحمد، ودي كانت آخر كلمة ليك. كلمة ليك يا أحمد.